بدأت تركيا مؤخرا بإصدار تصاريح عمل على نطاق واسع للاجئين السوريين الذين يقيمون على أراضيها، وهو ما يعني أنه بات بإمكانهم الحصول على العمل بشكل قانوني في تركيا، وجاء ذلك لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية قبل 5 سنوات. لكن ما هي تأثيرات وتداعيات هذا القرار على كل من تركيا واللاجئين السوريين؟ لنتابع تقرير تالي الذي يستعرض بعض آراء وتحليلات عدد من الخبراء والمختصين بهذا الشأن. وصل عدد اللاجئين السوريين الذين فروا إلى تركيا منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011 إلى أكثر من 2,600,000 لاجئ، بضمنهم أقل من 10,000 حصلوا على تصاريح عمل شرعية في تركيا، في حين لم تكن مثل هذه التصاريح متاحة لأغلبية اللاجئين السوريين الآخرين. وفي ظل التطورات الجديدة الخاصة بتوفير تصاريح العمل الرسمية لعدد كبير من اللاجئين، فإن هذا الأمر سيساهم في ازدهار سوق العمل في تركيا، فضلا عن فتح نافذة أمل جديدة أمام الكثير من السوريين الحالمين بالاستقرار والعيش الكريم. يمكن لمن هم بدرجة أستاذ أو مساعد أستاذ من حائزين على شهادة دكتوراه أن يحصلوا على الأعمال والوظائف في الجامعات والمراكز التعليمية، كما يمكن للمهندسين والمعماريين من ذوي الخبرة أن يرفعوا مستوى معيشتهم أيضا. تعد تركيا أكبر وجهة استقبال اللاجئين السوريين في العالم، وفي ظل وجود العدد الكبير من هؤلاء اللاجئين يخشى كثير من المواطنين الأتراك أن تؤدي لوائح العمل الجديدة إلى تقليص فرص العمل للسكان المحليين، لكن بعض الخبراء يرون في الأمر معكوسا، على اعتبار أن هناك الكثير من رجال المال والأعمال السوريين بين اللاجئين، وأن هذا القرار قد يمنحهم فرص تأسيس شركات أو ورشات عمل، مما يجلب مزيدا من فرص العمل للأتراك والاقتصاد التركي على حد سواء. يجب القيام بخطوة هامة ترتكز على الدراسة وتحليل ماذا يمكن أن يقدم هؤلاء اللاجئون السوريون لتركيا، وكيف يمكن الاستفادة من مؤهلاتهم ومهاراتهم المتنوعة وتشجيعهم على بدء الأعمال في تركيا.